يوم انطلق مع زيد إلى الطائف، تخيلوا المشهد، وهو قانون انبثق في موجة الحر. يسير النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 كيلومتر على قدميه مع زيد، بعد أن أخرجه قومه وأذاه قومه ونكل به قومه، فقد خديجة وفقد أبا طالب. يصل إلى الطائف علّه يجد فيها من يؤمن به ومن ينصر دعوته ومن يلتف حوله، فيخذله أهل الطائف. وليته كان خذلانا عاديا، بل كان الخذلان أمر مما يتخيل. ابتدأ بالسخرية من سادة الطائف، وانتهى بالإيذاء من سفهاء الطائف، فيقفون سماطين في صفين ليضربوا ويرموا بالحجارة من جاء يخرجهم من الظلمة إلى النور، ويأخذ بأيديهم من الدركات إلى الدرجات، وزيد يتلقى الحجارة عنه وهو أحلم الخلق صلى الله عليه وسلم. لو ما رأيت النبي بعد بالطائف سالت بالحصب منه الدماء، وسمعت التخير فيهم من الله فكان اختياره الإبقاء، لرأيت أعظم الخلق حلما وتمنيت أن يعم الفناء. كان زيد يلقى الحجارة عنه، إن روحي لنعل زيد فداء. يجلس على مشارف الطائف مع زيد، يقول له زيد وهو ينظر إلى الدماء التي تسيل منه صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله، أترجع إلى مكة وقد أخرجوك؟ فيطلق النبي صلى الله عليه وسلم قانون الأمل، يقول: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. هذا قانون، سنة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وانظر، وانظري أيتها الأخت الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لزيد إن الله سيجعل لما ترى فرجا ومخرجا، قال: إن الله جاعل. واستخدام اسم الفاعل في هذا الموقف يقصد به يقين التحقق، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. في قلب الأزمة، في قلب المحنة، مع الدماء التي تسيل، مع الحجارة التي يرجم بها، مع الإخراج من الديار، مع الخذلان، مع الألم، مع الانكسار، يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. هذا القانون إذا حملناه في قلوبنا، فلا والله لن تستطيع دماء الدنيا كلها أن تغرقنا في اليأس، ولن تستطيع، ولن يستطيع خذلان البشر كلهم أن يفقدنا الأمل بالله، أن يفقدنا الأمل بالله. لن يستطيع خذلان الخلق جميعا أن يفقدنا إيماننا بأن الله جاعل لما نرى فرجا ومخرجا. فإذا ضاقت علينا همومنا على مستوى أشخاصنا، حتى أيتها الأخت الكريمة، إذا ضاقت عليك الهموم على مستوى حياتك الشخصية، على مستوى الأسرة، على مستوى الأولاد، على مستوى الأبناء، على مستوى العائلة، على مستوى المجتمع، إذا تذكرت أن الله جاعل، أن هناك قانون إلهي، سنة من سنن الله عز وجل، أن الله جاعل لما نرى فرجا ومخرجا، إذا تذكرنا هذا فلا بد أن نتجاوز هذه المحنة بقلب رضي ونفس زكية. وإذا نظرنا إلى الأمة وبدأت عقولنا تطيش من شدة ما نرى من ألم
ومن شدة ما نرى من خذلان يوازي موتنا، فلا بد أن نتذكر أن مثل هذا الخذلان عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأعلن يومها إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وأعلن قانون إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. القانون الثالث من قوانين الأمل هو قانون الغار. في السنة عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يوم هجرته مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وصل المشركون إلى فم الغار ويبكي أبو بكر رضي الله عنه، فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له: يا أبا بكر، ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وفعلا مضى المشركون ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونزل قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه الآية متى نزلت؟ متى نزلت هذه الآية التي تتحدث عن الغار؟ تخيلي أيتها الأخت الكريمة أن هذه الآية لم تنزل مباشرة بعد الحادثة، هذه الآية نزلت بعد 9 سنين. نزلت متى؟ نزلت في قلب أزمة، نزلت في غزوة العسرة التي ابتدأنا بها، في غزوة تبوك التي سميت غزوة العسرة. المنافقون تخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، المشركون أجمعوا جيشهم لقتاله، المسلمون في وضع اقتصادي حرج جدا. في هذا الظرف القاسي وفي هذا الجو الباعث على الإحباط وفي هذا الجو الباعث على الانكسار وفي هذا الجو الباعث على اليأس، الله تبارك وتعالى ذكر الأمة وأمرها بتذكر قانون الغار ليكون قانون أمل، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله. انتهت القضية. لماذا؟ إذ أخرجه الذين كفروا. إذ، هذه إذ في اللغة إيش يعني إذ؟ إذ ظرف بمعنى حين، وتقدير الكلام أذكر إذ. لما تشوف إذ في القرآن قدري قبلها أذكر، هي أمر بالتذكر، يعني إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي أذكر حين أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، واذكر عندما كانا في الغار، إذ يقول لصاحبه، واذكر الحوار الذي دار بينهما في الغار. لماذا أتذكر كل هذا؟ أتذكر كل هذا في زمن اليأس والإحباط ليكون قانونا من قوانين الأمل التي تخرجني مما أنا فيه. الله تبارك وتعالى أمر الصحبة الكرام وأمر الأمة أن تتذكر، هو أمر بالتذكر، بتذكر قانون الغار في غزوة العسرة في حالة تشبه حالة أمتنا اليوم في شدة اليأس والإحباط واليأس والأسى والانكسار، ليكون هذا منتشرا لهم من بحار الأسى إلى ضياء الأمل الذي لا يمكن أن يهزم أبدا. فإذا عشنا حالة اليأس الشديد، رأينا تخلي الناس عنا وتآمر المنافقين علينا وتآمر أبناء جلدتنا علينا وخذلان المسلمين لنا، لابد أن نقول: أذكر حين أخرجه الذين كفروا، واذكر حين كانا في الغار، واذكر حين قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا.
قانون الأمل هذا إذا قفز في القلب لابد أن تكون نتيجته هي النتيجة ذاتها التي حصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من أيقن بأن الله معنا لابد أن تكون الثمرة بالتعقيب، فأنزل، والفاء للتعقيب أي لسرعة الثمرة، والثمرة السريعة فأنزل الله سكينته عليه، إنزال السكينة ورضا القلب والطمأنينة والأمل، وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. أما كلمة الله قال وكلمة الله هي العليا، قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ولم يقل وكلمة الله، والأصل أن الواو لو كانت عاطفة أن يقول وكلمة الله، ولكن قال وكلمة الله، فالواو هنا استئنافية أي أن هذه قاعدة، كلمة الله ليست خاضعة للجعل، فهي لا تكون مرة سفلى ولا تكون مرة عليا، كلمة الذين كفروا تكون سفلى وتكون عليا أحيانا حسب الظرف، أما كلمة الله هي العليا دائما فكانت ابتدائية وكلمة الله هي العليا، قانون إلهي لا يمكن أن يتخلف ولا يمكن أن يتغير. هذا قانون الأمل الثالث، قانون الغار. قانون الأمل الرابع، قانون الخندق. وفي الخندق عاش المسلمون ظرفا كالذي نعيشه تماما، أحاط بهم المشركون من كل جانب، 10,000 من الأحزاب أجمعوا عليهم، اليهود من ورائهم في بني قريظة يرجفون ويهيئون لنقض العهد والميثاق. ماذا يفعلون؟ بدأوا بحفر الخندق، يتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الذي كان فيه الصحب الكرام يربطون على بطونهم حجرا من شدة الجوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يربط حجرين كي لا يكون أقل شأنا من أصحابه، بل لأنه لا يقبل أن يشبع وقد جاع أصحابه. قانون الأمل هذا مبتداه من هنا، مبتداه من حجرين بحجر. إذا أردنا أن نحمل الأمل لإخواننا الجائعين فلا والله لا يقبل أن نكون أهل شبع مطلق ونراهم ثم بعد ذلك نتكئ على أرائكنا ونظن أن الله عز وجل سينصرنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط حجرين ثم نزل الخندق أمامهم، فضرب وقد اعترضتهم الصخرة فضرب الضربة الأولى فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، ضربة الثانية الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، الضربة الثالثة الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. هذا القانون هو قانون الأمل في زمن اليأس، عندما يحيط بك العدو من كل جانب، عندما يحيط بك الهم واليأس والحزن، تذكر أن الذي يفتح لك الآفاق هو الله، وأن الذي يفتح لك الأبواب هو الله، ولكن من ظن أن الله سيفتح له الأبواب ومن ظن أن الله سيفتح له الآفاق وهو لم ينزل خندقا ولم يحمل فأسا ولم يضرب صخرة فقد أساء الظن بالله. الأمل شيء والوهم شيء آخر، بعث الأمل في الأمة شيء وإغراق الناس بالوهم شيء آخر. الذين يبعثون الأمل بالناس هم الذين حملوا فؤوسهم وتقدموا الصفوف وضربوا الصخور ونزلوا الميادين وما قبلوا أن يكونوا على فراش الراحة، فإنه لا والله لا يليق بأهل الرسالات العظيمة أن يتدثروا. فكانت أول آية آمرة نبينا بالتبليغ هي قول الله تعالى يا أيها المدثر قم، فلا يليق التبليغ بالقاعدين ولا يليق التغيير بالقاعدين
ولا يليق الإنذار بالقاعدين ولا تليق الرسالات العظيمة بالقاعدين. قم يا أيها المدثر، ألقي عنك دثارك، فلا يليق بحملة الرسالات أن يتدثروا، ولا يليق بحملة الرسالات أن يركنوا إلى فراشهم، ولا يليق بحملة المشاريع العظيمة أن يناموا ويتغطوا بالفراش الوثير. هم أصحاب خندق عمل يحملون فأس همة ويضربون صخورا الصخور والعوائق فيحولونها كثيبا أهيما، فيفتح الله عليهم الأبواب ويفتح لهم المشارق والمغارب. هذا قانون الأمل الرابع، قانون الخندق. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد أساسية ثلاثة للأمل يوم أن واجه المشركون المسلمين فنكلوا بهم وعذبوهم تعذيبا شديدا، يوم كان بلال تحت صخرة أمية ينادي أحد أحد، ويوم كان خباب تكويه أم أنمار بالحديدة المحمية بين عينيه، ويوم كانت الزنيرة والنهدية تعذبان حتى تفقدا بصرهما، ويوم كان ياسر وسمية يعذبان حتى تقدم سمية روحها في الإسلام أول شهيدة. يأتي خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، يقول له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه دلالة على غضب، وسبب الغضب هو أنه يحب من أصحابه ومن جنوده ومن أحبابه ومن أتباعه أن يفهموا سنة الله في النصر وفي الطريق. فقال: يا خباب، وهنا أعلن له ثلاثة قواعد في الأمل وفي بعثه: يا خباب، لقد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط من حديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه. هذه القاعدة الأولى. يا خباب، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هذه القاعدة الثانية. وأما القاعدة الثالثة: ولكنكم تستعجلون. ولكنكم تستعجلون، ما معنى ذلك؟ القاعدة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أردتم أن يبعث الأمل في قلوبكم فلا تستعظموا تضحياتكم أمام تضحيات من قدموه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا بأن مما يبعث الأمل في النفس أن توقنوا أن الطريق إلى التمكين هو طريق ذات الشوكة. الطريق إلى التمكين ليس طريقا مفروشا بالأزاهير. الطريق إلى النصر، الطريق إلى العزة، الطريق إلى الراحة، الطريق إلى الهناء، الطريق إلى السعادة ليس طريقا مفروشا بالأزاهير، هو طريق مفروش بالأشلاء ومعبد بالدماء. لذلك بيّن لخباب أن هذه سنة الله عز وجل، وبيّن في قوله وتودون، وعندما بيّن الله تبارك وتعالى خروج المسلمين رغبة في إحدى الطائفتين يوم بدر التي تطل علينا ذكرها الليلة، بأنهم خرجوا يريدون إحدى الطائفتين، العير أو النفير. وهم ماذا كانوا يودون؟ ماذا كانوا يرغبون؟ كانوا يرغبون العير لأنها يعني غنيمة سهلة يستردون بها حقوقهم. فالله عز وجل قال لهم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. تريدون
الطريق التي لا ألم فيها، تحبون الطريق التي لا تضحية فيها. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أنتم أردتم طريق غير ذات الشوكة، فأراد الله لكم طريق الدماء وطريق التضحية وطريق العذاب وطريق العطاء. من أجل ماذا؟ لأنه هو طريق إحقاق الحق وإبطال الباطل وقطع دابر الكافرين. أما الطريق وهو طريق التضحية، التضحية بالنفس، التضحية بالمال، من ظن أنه سيحقق النصر وهو لا يريد أن يقدم شيئا فقد أساء الظن بالله. من ظن أن النصر سيتحقق ونحن غير مستعدين أن نتحمل سوط من سياط بلال، أو كية من كيات خباب، أو صفعة من صفعات الزنيرة والنهدية، أو ألم من الآلام الذي تحققوه، معنى ذلك أننا نريد تحقيق نصر خلبي وهمي لا قيمة له ولا طعم ولا لون ولا رائحة. والقاعدة الثانية اليقين بالنصر. ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكن هذا اليقين لابد أن يتجمل بالصبر، ولكنكم تستعجلون، فمن استعجل الفرج قبل أوانه، ومن استعجل النصر قبل أوانه، ومن استعجل العزة قبل أوانها، ومن استعجل التمكين قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأوانه أن نكون قد قدمنا وبذلنا الأرواح والأموال والمهج والنفوس على طريق لا إله إلا الله، عندها نحمل اليقين في قلوبنا. هذا شيء من قوانين الأمل، وهذا شيء من قواعدها في زمن الإحباط والانكسار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم حسن الظن به وحسن التوكل عليه والثقة المطلقة بأن القادم لنا وبأن العزة لنا وبأن العاقبة لنا، فالعاقبة للأتقى لا للأقوى، والبقاء للمظلوم إذا صبر، وإن الظالمين كلهم إلى بوار وتبار بإذن الله تبارك وتعالى. جزى الله تبارك وتعالى الأخوات الكريمات في همة وفي عطاء على هذا النشاط الطيب المبارك، وجزاكن الله خيرا على صبركن على هذا وتحملكن يعني الكلام وطوله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا الأستاذ محمد خير موسى خير الجزاء، وأسأل الله أن ينفعنا بما بكلماته. أنا أستأذن؟ تفضل أنت. الله يعافيك. وأنت تنتظر طعام الإفطار تذكر هناك أكثر من مليون سوري تحت الحصار، وأنت تغطي طفلك لينام ليلا تذكر هناك عشرات الآباء والأمهات ينتشلون جثث أبنائهم من تحت الأنقاض، وأنت متوجه إلى المسجد لأداء صلاة التراويح تذكر هناك مساجد تهدم وتحرق في هذا الشهر المبارك. كيف هو رمضانهم؟ فلنتابع معا.